الزنزاني بعد أكثر وأكثر. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا. طبعا دائما نأكد إحنا المتصل هو يبدي رأيه وهو يتحمل رأيه، دائما الرأي يعني متاح للجميع. الصوت هذا البرنامج يتيح أن نستمع وإلى أن توصلوا أصواتكم إلى الشارع العراقي وإلى الشارع العربي كذلك، ودائما أكد إلى يعني على عدم السب والشتم، أما الرأي فيتحمل الشخص مع أطيب تحياتي. معنا اتصال أحمد من النرويج، تفضل أحمد. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. شكرا لكم على نقل الحقيقة ونقل الصوت المظلوم، نقل صوت هذا الشعب المستضعف من قبل الحكومات الجائرة. هذا واجبنا أخي. والله هي ما أدري صارت سالفة حيرة، يعني تنظر للدول الجوار كلها ضدك، تنظر للأمم المتحدة هي أيضا ضدك، تنظر ما تعرف شنو هالشعب هذا، يهو يديره يهو يتحكم بمصيره ما تعرف. نعم. تجي هس لقول يعني القادة السياسيين مقتدى الصدر وقيس الخزعلي وغيرها، اليوم سمعنا تغريداتهم بعد قرار البيت الأبيض. كل من يدعي بأنه يريد يبعد أمريكا من التدخل، مثل ما تسألون نفسكم أنتم التدخلات الإيرانية. نعم، ليش هو من جابهم؟ لوم الأمريكان. والله ما غير جت على ظهر الدبابة. إيه. لا نعرفكم سابقا ولا نعرف مجالكم السياسي سابقا، نعرفكم قاعدين بالخارج بهالسسمة بهالامتيازات اللي حصلتوها، والشعب العراقي عاش الأمرين. نعم. وجيتوا اليوم حكمتوا باسم الدين وباسم الغطاء الديني وباسم الفتوى وباسم الفتوى وباسم وسويتوا الدستور، هو أعظم شيء عندكم، وأنتم لا تحترمونه وتضربون بقوانينه بالعرض. نعم. القانون اللي يجي بمصلحتكم تمشون به، والقانون ما يجي بمصلحتكم بأنه ما تنظروا لأولاد مقابل هذا الشعب جاي يسفك الدم. نتحدث عن البصرة طاير بها مجازر. نعم. البصرة والناصرية وكربلاء وبغداد سبب الرئيسي. لو ترجع تنظر إلى قائد الشرطة كل محافظة هذا اللي جاي تنتهك حرية الشعب العراقي ويتمسك سفك الدماء، سبب ترجع للقائد تلقى من القائد الدمج الراجعين البدر وما جاي يتحكمون بمصير هذا الشعب العراقي. أما تجي للجيش الوطني، بل الجيش الوطني مسلوب الإرادة بدون سلاح. نعم. جيش يبكي حالة المتظاهر بدون سلاح، لا قوة ولا أي شيء. أما تتحكم الأحزاب الإيرانية نفوذها هي جاي تتحكم بهذا الشعب البريء. نعم. لله المستعان. والله ونعم بالله. ونعم بالله. أنا أشكرك أخي أحمد من النرويج كان معنا. رسالة على الواتساب، نقرأ رسالة الواتساب، يقول إذا كان عبد المهدي يهدد بحبس المتظاهرين 20 سنة، فما حكم القانون بمن يدين بالعمالة والولاء لدولة أجنبية كإيران مثلا؟ محمد عارف من نيوزيلندا يتساءل. رسالة من أم وليد تقول السلام عليكم، أقول للمتظاهرين اصبروا فإن الله مع الصابرين. رسالة من سوزان من هولندا تقول استمروا يا أبطال العراق ونحن لكم بالدعاء. رسالة أخرى يقول أتمنى من أعماق قلبي أن ينتفض المجتمع الدولي ضد القتلة واللصوص، لصوص المال العام. تحياتي لكم ولموقفكم المشرف علي نهرو. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. مصطفى تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. معلش احنا مش عارفين نتصل بس عشان عندنا الاتصالات مقطوعة والدنيا خربانة. تفضل أخي. دخلني مع حضرتك. ماشي. نعم ماشي، تفضل. مصطفى تسمعني؟ نعم أسمعك. تفضل أخي. أستاذ عمر، أيوة آسف جدا، معلش الاتصالات مقطوعة بس.
لا لا علي انت الان على الهواء، تفضل شاركنا برايك. ايوه استاذ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمح لي احييك واحيي شعبنا البطل، ونحيي الثوره المجيده، ونحيي كل الثائرين الاحرار واخواتنا العراقيين الابطال. وهناك تعتيم اعلامي وعربي مع على الاسف، لكن لم يفيد. العصابه اتحصرت فعليا والعالم كله شايف الشجعان ابطال. ونطالب العصابه، ننصحها نصيحه، الجريمه لا تفيد، الجريمه لا تفيد، وسلموا انفسكم للشعب افضل شيء. الجريمه لا تفيدكم بشيء، انتوا ارتكبتم مليارات الجرائم ومئات القتل ومئات التنكيل بالابطال، فاحسن حل لكم تستسلموا وتعلنوا استسلامكم، والشعب حر ساعتها يحاكمكم، يتصرف هو صاحب القرار. احسن حاجه الاستسلام، اعلنوا استسلامكم فورا، لان العالم كله محاصركم، العالم كله رافضكم، كل البشر والحجر يطاردكم، محكمة الجنايات الدولية هتحاكمكم، فأحسن لكم ما تغلظوش العقوبة على أنفسكم، اعلنوا استسلامكم، لأن أنتم محاصرين في الدنيا بحالها، في داخل العراق وفي خارج العراق، وبإذن الله هتنتصر الثورة، والثورة مستمرة، والشعوب كلها شايفاها، والعالم كله شايفها، وندعو أهالينا إلى الاستمرار وإلى محاصرة الخونة، وإعلان تشكيل مجلس انتقالي ثوري من داخل الساحات والميادين، حتى يكون لنا قيمة ويكون لنا شأن في أوطاننا، والنصر للأمة وللعراق وللإنسانية والعراق العروبة. وأنا أشكر سيادتك جدا. شكرا. مصطفى السيد من مصر كان معنا. رسالة السابق يقول: السلام عليكم، أخوكم أكرم من ألمانيا، يقول: تفاءلوا بالخير تجدوه، النصر قريب إن شاء الله. هذه ليست ثورة فقط، بل أصبح الثأر لدماء شهدائنا الأبرار، تسقط الحكومة الفاشلة والنصر للعراق الحر. تحياتي لقناة الرافدين. رسالة يقول فيها: أتمنى تقرأ رسالتي أستاذ عبد الله، من عبد الله عادل من لندن، يقول: الله يحفظ العراق، وإن شاء الله منتصرين على إيران، وإن شاء الله باقين وأبد ما نتراجع. رسالة يقول فيها: السلام عليكم أستاذ عمر، الشعب العراقي يعرف جيدا بأن تصريحات عبد الكريم والحرائق في دوائر الدولة هي من أفعال الحكومة والميليشيات الإجرامية، رحم الله شهداء العراق وشافى جرحانا، مع تقديري لقناتكم الموقرة. أبو عمار من السويد. نعم، معنا اتصال. أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حيا الله قناة الرافدين، حيا الله مشاهدين قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا. والرحمة على شهداء التظاهر، شهداء العراق، والشفاء العاجل لجرحانا. آمين. أخي العزيز، في أخي العزيز، في اليوم من ساحة التحرير اللي كانت تقريبا ما يقارب الصبح، وأنا كنت هناك موجود بين الساعة 8 والحد الساعة 11 الصبح، اللي كان موجود اللي كان من قوات الشغب والقنابل المسيلة للدموع، بعضهم اللي واقفين بساحة الخلاني، ضربت أحد الأبنية اللي موجودة بساحة الخلاني وخلت النار مشتعلة بيها. تعرف أنت أماكن طبعا تفتخر يعني تفوت من الجام من النوافذ اللي موجودة، فحرقت هاي الأبنية بالرغم من وجودهم موجود في ساعات الفجر لقوات الشغب اللي موجودة، فصار النار بيها والطابق الثاني والثالث، وقبت البناية وقبت بناية بصفها بنفس الوقت، يعني ظلت محترقة وما اجت سيارات الاطفاء بالرغم موجودة في ساحة التحرير موجودة، واليم السوق العربي اللي موجود هم مكان مع الاطفائية سيارات الاطفاء ما اجت، ظلت البناية تحترق لساعات، يعني ظهور الفجر وخروج الناس للدوام، يلا من بعد اجت سيارتين بس مع الاطفاء وخلت النار مشتعلة على اساس بانه المظاهرين بانه هم احرقوها. فهذا خلي اذا كان مظاهرين خلي هم يوضحون امرهم ويطون صور للمظاهرين بانهم طبوا بها. طيب هم كانوا موجودين والقنابل المسيلة للدموع هي تضرب على البناية، احترقت البناية بسببهم بسبب افعالهم. نعم ابو عمر، هاي وحدة. هاي وحدة. وبالنهار ظلينا متواصلين في ساحة التحرير، قلت لك حتى الساعة 11، وبعدين نسافر لان اكو بعض الاعمال احنا عندنا. رجعنا. نعم. موجودين الشباب موجودين في ساحة التحرير، ولحد العصر للمغرب قام شباب العراق وشبابنا كلهم، والحمد لله واشكر عندهم القوة الدافعة لدفع هاي الصبات اللي موجودة في ساحة الخلاني، وقاموا بضرب القنابل المسيلة للدموع والطلقات المكثف على شباب الانتفاضة،
وتم قتلهم، تم اصابتهم يعني اصابات كبيره كانت عندنا في ساعه بين السابعه وبين الساعه التاسعه تقريبا هذا الوقت المساء هذا اليوم. وكان عندنا اصابات كلش يعني من المظاهرين من ضربه وبيهم استشهدوا، ولحد الان يمكن اكو مصابين عندنا موجودين بعدهم ما يقدرون يجيهم لان قوات الشغب دخلت مجاميع كبيره في هذه الساعات. نعم. وبعدين الله يحفظ شبابنا. أنا أعتذر منك أبو عمر على المقاطعة لأن وقت البرنامج انتهى. رسالة يقول فيها لقد صحها هؤلاء الفتية الشباب بتلاحمهم وسخائهم كل العقول الجامدة المقيدة بأفكار فلسفية عميقة. أخوكم حبيب الوائلي من ألمانيا يقول السلام عليكم، تحية لشعبنا المناضل البطل، اصبروا فإن الله مع الصابرين، وتحية طيبة إلى قناة الرافدين قناة صوت الحقيقة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، نعتذر عمن لم نقرأ رسالة لأن الوقت لم يكفي. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.